أنا ويل بنسون، عالم أحياء طبيعية وصانع أفلام. مع فريقي أخذ الأمر منا أسبوعاً لتجهيز بقعة مميزة من غابة الأمازون المطيرة بكاميرات تعمل بالتحكم عن بعد، لنراقب حياة الحيوانات هنا سراً. خلال بحثي عن هذا الموقع المدهش تفحصت خرائط وصور أقمار صناعية، وفي حوض الأمازون في الإكوادور وجدت منطقة ذات تنوع حيوي منقطع النظير. استغرق الأمر 4 أيام لنصل هنا، إذ لا يمكن الوصول إليه إلا بالقارب، وهناك أجزاء من هذه الأدغال لم تطأها قدم بشر أبدا. إنه أحد أكثر الأماكن نبضا بالحياة البرية. مجموعة من القرود الصوفية شديدة الصخب تتسلق فوقنا الآن. هكتار واحد هنا يحتوي على أنواع من الأشجار أكثر من كل ما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مجتمعتين، وعلى أكثر من 100,000 نوع من الحشرات. إنها حاضرة تنبض بالحياة والخضرة، ولا أطيق الانتظار حتى ألتقي بالمليارات من سكانها. ستسمح لنا كاميراتنا على امتداد هذه البقعة بأن نرى الأدغال كلها. لا يعرف إلا النزر اليسير عن هذه الرئيسيات النادرة التي تعيش مختبئة في الطبقة العليا من هذه المدينة الخضراء. لذا فمن المدهش أن نحدق مباشرة في أعينها الفضولية من خلال معداتنا التجسسية. رائع. بهذا الفراء الخشن تبدو وكأنها ترتدي ملابس كثيرة. رؤية قرود الساك المراوغة هذه في مرحلة مبكرة هي إشارة رائعة، لكن الكلمة كانت للمطر. قد يستمر هطول المطر الغزير هنا من بضع ساعات إلى بضعة أسابيع. الحيوانات في البرية لا تحب أن تبتل، وتختبئ منتظرة ظهور الشمس لتخرج بحثا عن الطعام والصيد، لكن هذا كله جزء من التجربة وجزء من التحدي، ونأمل أن يتوقف المطر بسرعة. كل ما نستطيع فعله هو الجلوس منتظرين توقف المطر. وأخيرا وبعد اليوم العاشر انقشعت الغيوم، وأتوق لعودة الحياة البرية إلى كاميراتنا. وبينما تجوب الأفواه الجائعة المكان في الأسفل، تصبح الحياة في قمم الأشجار أكثر أمناً بكثير للعديد من الحيوانات. على ارتفاع 3.5 أمتار ترصد كاميراتنا المتجسسة أحد أكثر الحيوانات ضعفاً وعرضة للأذى. إنه قرد القشة القزم. بوزنه الذي يقل عن وزن تفاحة، فإن قرد القشة القزم هو أصغر القرود في العالم. تمكنها أظافرها الحادة كالإبرة من التنقل بخفة على جذوع الأشجار والنباتات المتعرشة، وتقفز من شجرة إلى أخرى لمسافة تعادل 30 ضعف طول أجسامها. بمقدورها إدارة رؤوسها إلى الخلف لتكشف أي مفترس. يبدو أن شيئا قد جذب أنظار أحدها، ما دفعه لإطلاق نداء تحذير عال، وهو خطر فعلي يحيق بأحد هذه القرود التي يمكن التهامها بلقمة واحدة. منذ لحظة دخولنا هذه الأدغال ونحن محاطون بتنوع حيوي أكثر إثارة للدهشة،
من أي مكان آخر زرته. لكن لنتمكن من رؤية بعض المخلوقات الأكثر غرابة، لابد أن تتفتق أذهاننا عن مزيد من الحيل. نحتاج للتأكد من أن لدينا تغطية أوسع في هذه الرقعة المكشوفة. من هنا؟ نعم. نعرف أن هناك أعداداً كبيرة من الحيوانات هنا، مثل الياغوار والبومة وكذلك آكلات الجيف، لكنها منطقة ضخمة. حصلنا على الأجواء المثالية لتجربتنا بفضل حشرة مميزة. هناك نوع واحد من النمل يخلق هذه الرقعة الخالية من الأشجار، ولديه علاقة تكافلية مع هذه الأشجار التي هي ذاتها الموجودة في هذه المنطقة بأكملها، حيث يعيش النمل داخل هذه الفروع. يمكنك أن ترى أن هناك ثقوب دخول وخروج صغيرة، وهذه الانتفاخات هي عقد مسكنها. تطلق النملة حمضاً في التربة لا يتحمله أي نوع آخر من أنواع الأشجار، لذا لا تستطيع هذه الأشجار النمو هنا بينما تتحمله هذه الشجرة، وبالتالي تكون لها الأفضلية. الاسم الشائع لهذا النوع من النمل هو نملة الليمون، لأنك إذا أكلتها وجدت طعمها كطعم الليمون. بينما تنزل الشمس تحت طبقة الظلة، تبدأ المناورة الليلية للأدغال نشاطها، لكن مخلوقات الحياة البرية لا تحتاج إلى التكنولوجيا في منطقة الأمازون. هذه هي القرود الليلية الوحيدة على الكوكب، فهي تنام في النهار في هذه الشجرة المجوفة، لكنها تبرز تحت غطاء الظلام. إنه يخرج. مع مرور الأسابيع يصبح أحد أصعب الأجزاء في عملية التصوير الحفاظ على شبكة كاميراتنا تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. لحسن الحظ، بينما تشرق شمس يوم جديد، فإن نشاط الحياة البرية حول كاميراتنا يبدأ من جديد. السلاحف صفراء النقط هي زائر منتظم لكاميراتنا المنصوبة على ضفة النهر، وهذه السلحفات تبحث عن مكان في اليابسة تقضي فيه بعض الوقت. يسهل قول ذلك أكثر من فعله حين تكون مرتديا قوقعة ثقيلة. عندما تطلع الشمس تستدفئ هذه السلاحف بحرارة الشمس، إنها تسخن أجسامها ذات الدم البارد، بينما تقتل الأشعة فوق البنفسجية الطفيليات والطحالب التي تنمو على قوقعتها. إنها لحظة خلوة سعيدة. في هذه الأيام القائضة تزخر شاشات المراقبة بالنشاط. تنضم إلى البكريات حيوانات من جميع أنحاء الغابة. في منتصف النهار تشوي الشمس الاستوائية طبقة الظلة، تمتص الرطوبة من قمم الأشجار وكأنها حمامات ساونا عملاقة. وبينما يزحف الزئبق في ميزان الحرارة إلى ما يقارب 38 درجة، يصبح الأمر صعبا على الحيوانات وعلينا. يعرف عن القرد العواء أحياناً أكله الطين الذي يعد غنياً بالمعادن للمساعدة في تحييد السموم عن نظامه الغذائي المعتمد على أوراق الأشجار. رغم فوائد التصوير في غابة مطيرة عذراء، فإن الظروف أبعد ما تكون عن السهولة. مع أن حيوانات الأمازون خبيرة في الاختباء، إلا أن كاميراتنا تكشف أن المفترسين الأقوياء يجوبون هذه المنطقة.
ليس السبب الوحيد للحذر هو كون هذا الكهف مثاليا لكل حيوانات الغابة المفترسة، بل لأنه من المعروف أيضا أن الخفافيش تسبب بعض أشد الأمراض فتكا بالإنسان، لذا فليس هذا المكان الذي أريد أن أكون فيه. وهذه الحاسة الفائقة تسمح لها بالتحليق في الظلام وتحديد أي خطر محتمل، وسرعان ما نكتشف ما يجب أن تحذر منه هذه الخفافيش. كل شروق في الأمازون هو مشهد سحري، إذ يصحو مليار من سكان الغابة لأجل يوم جديد. هواء هذه الغابة هو غشاوة أبدية حية من الرطوبة والميكروبات والأبواغ غير المرئية التي تفسد كل شيء تلمسه. إلى الجنوب مباشرة من الحدود الأمريكية هناك عالم صغير غير معروف للكثيرين، إنها براري شمال المكسيك. إنه الجزء الأقل ازدحاماً بالسكان في البلاد، إذا اتجهنا في رحلة غرباً فلا يمكن للظروف إلا أن تزداد حرارة وجفافاً وتحدياً. لكن بالنسبة لأولئك الذين يتخطون تلك الصعاب، ستكون بانتظارهم جوائز مجزية، خصوصاً في براري المكسيك الشمالية. بوقوعها على سفوح جبال على ارتفاع يتجاوز 1500 متر، تحصل هذه المروج العشبية على أمطار أكثر من أي مكان آخر في الشمال. بين شهري يونيو وسبتمبر تهب العواصف الموسمية قادمة من الكاريبي لتساعد على نمو العشب. طوال بقية العام تكون الأمطار قليلة جدا، هذا إذا سقطت أصلا. لكن حتى في فترات الجفاف فإن الماء يوجد هنا. في أعماق الأرض هناك خزانات ضخمة تكونت بين الطبقات الجيرية المنفذة للماء. هذه الطبقات الجوفية العملاقة تساعد في دعم إحدى أكثر طرق الحياة شهرة في المكسيك. هذا هو موطن رعاة البقر. مع توافر المياه على مدار العام ووجود الكثير من المراعي، تعتبر هذه البراري مثالية لتربية الماشية. تنغرس ثقافة رعاة الأبقار في صميم الثقافة الأمريكية. هذه المراعي السليمة والمتعافية تساعد سيرفاندو على تربية ضعف الماشية التي لديه، وتسهم في انتعاش الحياة البرية. تقدم البراري التي يتم إدارتها بشكل جيد كمية غنية من الغذاء المتمثل بالحشرات والبذور أكثر بثلاث مرات مما تحتاجه طيور الأراضي العشبية. العمل الجماعي مهم للكثيرين في براري المكسيك، وكذلك الشجاعة. تمتد براري المكسيك بمحاذاة حافة سلسلة جبلية عظيمة، هي سلسلة سيارا مادري الشرقية والغربية.
على ارتفاع أكثر من 3000 متر. تعترض هذه الجبال الهواء الرطب القادم من المحيط الهادئ وخليج المكسيك. وخلف البراري تعاني الأرض من قلة الأمطار، ما تسبب في تكون واحدة من أكبر الصحارى في أمريكا الشمالية، صحراء تشيواوان. تغطي هذه الصحراء مساحة تعادل مساحة بريطانيا، وتستقبل نحو نصف ما تستقبل البراري من أمطار. لكن في قلب هذه الصحراء توجد إحدى أعظم العجائب الطبيعية في المكسيك، وادي كواترو سيانيغاس. قد يبدو قاحلاً، لكن هذا الوادي يخبئ واحة في داخله. هنا تتفجر الينابيع من سطح الأرض لتصنع عالماً غنياً بالمياه. معظم هذه البرك التي تعرف الواحدة منها محلياً باسم بوزا تغذيها ينابيع حارة، حيث يتم دفع المياه من باطن الأرض إلى السطح بفعل الحرارة الجوفية. قبل ملايين السنين، عندما كانت هذه المنطقة ملأى بالمياه، جلبت الممرات المائية القديمة الأسماك إلى هذا الوادي. تشكل تنوع مدهش للحياة في هذا الوادي. إنه يشكل موطناً لعدد من الأجناس الفريدة أكثر من أي مكان آخر في قارة أمريكا الشمالية، وهذا هو الاستثناء للقاعدة. معظم مساحة هذه الصحراء الكبيرة يسيطر عليها عدد قليل من الكائنات الصلبة، وهناك نبات واحد لديه قدرة أكثر من غيره على التأقلم مع هذه الظروف، حشائش الشحم، والتي تسمى بهذا الاسم بسبب رائحتها التي تشبه المواد الحافظة للخشب. المحليون يسمونها غوبرنادورا، أي الحاكمة، لأنها تسيطر على هذه المنطقة منذ وقت طويل جداً. أثبتت الدراسات أن هذا النبات يعيش هنا منذ 11,000 عام. من المدهش تكيفه مع الجفاف، إذ تساعد الأوراق الصغيرة والمغلفة بالشمع في التقليل من خسارة النبات للماء. كما أن جذورها غير العميقة، سرعان ما تمتص أي رطوبة في التربة وتمنع نمو أي نبات بينها. الثمار هنا أكثر منها في أي مكان آخر في الغابة، حتى في ذروة موسم الجفاف. تبقى الغابة المحيطة بها مورقة ومزهرة حتى في ذروة موسم الجفاف، ويشكل دعامة أساسية لمجتمع فريد من النباتات والحيوانات. بعض الأسماك الموجودة في أبار يوكاتان الجوفية لا توجد في أي مكان آخر على وجه المعمورة. تستفيد كل أشكال الحياة في يوكاتان من المطر. تفيض الأشجار بالثمار، ويوفر الغطاء النباتي الجديد الطعام لعالم كامل من الحشرات.
يعيش أكثر من 3000 نوع مختلف من الحشرات في شبه الجزيرة. تعمد كل طيور الغابة لبرمجة أوقات تعشيشها لتتزامن مع هذه الوفرة الموسمية. من شهر يونيو وحتى نوفمبر يسقط على شبه جزيرة يوكاتان 100 سنتيمتر من مياه الأمطار، وفي كل أرجاء شبه الجزيرة يعادل ذلك أكثر من 36 تريليون جالون، لتمتلئ الآبار الجوفية من جديد. غير أن معظم تلك المياه يتسرب من خلال الطبقات الكلسية إلى العالم السفلي. وهذا يمنح الغابة شكلاً جديداً من أشكال النمو، وهي أخبار سارة لأكثر سكان يوكاتان صخباً. القرد العواء، تصل صرخاته إلى بعد أكثر من 1.5 كيلومتر، والهدف من هذا العواء هو إرشاد المجموعات القريبة منها إلى مكانها. هذا الجزء من الغابة يستحق الحماية. وجدت مجموعة القرود شجرة ذات أوراق غضة ملأة بالعصارة، وهي المفضلة لديها، لذا تقضي القردة العواءة 80% من وقتها في حالة راحة، ما يجعلها من القرود المسالمة جداً رغم صرخاتها المخيفة.